المتوسط. هذه الكره فيها خطوره، ميكوكو ينطلق لوحده، فرصه فيها خطوره ممكن جول. جول لفارس البغاز، 1-0 للاتحاد. اتحاد طنجه يصل الى الشباك بعد انطلاقه من اجمل ما يكون. 1-0 يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، الله على الكره وجمالها، وانطلاق انطلاقه سريعه رهيبه بالنسبة للجبهة اليمنى الطنجاوية، وبالتالي الأسمر الإفريقي النجم ميكوكو يحصل هاتف فريقي الاتحاد الطنجاوي. فارس أدي خطارة والتالي يا ولد، الله الله، هدف الله، هدف من أجمل ما يكون. يا له من هدف جميل، حطها له في الزاوية العمراوي، ومن غيرك يا عمراوي، عمراوي يجيبها في الشباك. جيب الإعادة، جيب جيب الإعادة، جيب. فارس البغاز في دقيقتان يسجل هدف. وفي ليلة البحث الصراع يعني للصدارة، لصدارة هذه المجموعة. هنا صالح الطاهر، ينطلق النجم الليبي، الأسمر الليبي أمام الحارس جلال حسن الطاهر، والثالث للبغاز، الثالث لفارس البغاز. هنا الطاهر يصل إلى الشباك، صالح الطاهر يضرب الشبكة الثلاثية حاضرة عند الدقيقة 60 لفارس البغاز. هؤلاء هم الفرسان في الحقيقة الحاضرون في المدرجات، المشجعون هنا في الملعب.